طب تقدر الهندسة تبدأ دلوقتي، مفيش مشكلة. نعم نعم هندسة اللي تشوف عادي، لو عايزين نستنى شوية مفيش مشكلة يعني، حضرتك يحب. عادي، احنا بقالنا الساعة 8. تمام ممكن نبدأ. تمام مفيش مشكلة. تمام يا بس فضح. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد فراج، طالب في كلية الهندسة جامعة اسكندرية، السنة الرابعة قسم مدني. جاي أكلمكم النهاردة إن شاء الله عن الـ ASCII BM Competition، والمسابقة دي حصلت السنة اللي فاتت، الصيف اللي فات بالظبط. وقبل ما نتكلم عن المسابقة شوية، هنتكلم عن الـ عن ASCII ذات نفسها، ASCII وإيه هي وعبارة عن وجات منين وكل ده. فأباوت ASCII يعني ده شورت كات American Society of Civil Engineers، هي بتمثل أكتر من 150,000 عضو على مستوى العالم كله في 177 دولة. اتأسست سنة 1852، وتعتبر أقدم مجتمع للمهندسين المدنيين على مستوى العالم يعني. هي تعتبر المنظمة اللي بتصمم وبتخطط وبتعمل كل حاجة من أول ما قالوا هندسة مدني يعني بمعنى الأصح. وهي المسؤولة عن التقدم وعن كل حاجة في على مستوى العالم يعني. نتكلم عليه إن إحنا فرع طلابي من المنظمة دي الشهادة اللي خدناها من ده الاعتماد العالمي بتاعنا يعني. كانت الاعتماد ده بيحتاج شغل حوالي 2 أو 3 سنين باسم تاني، عشان مجرد إن هما بس يدونا الختم بتاعهم أو الشهادة بتاعتهم. فده عشان تبقوا يعني المعلومة واصلة، بس إن هو ASCII دي عشان توصل للاعتماد العالمي ده فأنت محتاج شغل كبير شوية. ونتكلم بقى إحنا بنعمل إيه؟ إحنا الفرع الطلابي بتاع جامعة اسكندرية إحنا بنعمل إيه؟ إحنا أول حاجة بنعملها حاجة اسمها Construction Conference. الكونفرنس ده كان عبارة عن مؤتمر زي الأسكي الأورجانيزيشنز نفسها بتعملها، زي دلوقتي بالظبط بنعمل في مشكلة ولا حاجة؟ مش مهندس، في مشكلة، في حد بيرفع إيده؟ تمام مفيش مشكلة. احنا بنعمل المؤتمر زي السيمينار اللي احنا بنعمله دوت، بس كان على مستوى حاجات كتير. تمام المؤتمر زي السيمينار دوت، بس بيناقش جميع النيو سيستمز في مجال الهندسة المدنية او المعمارية، المباني الجديدة، اي حاجه جديده بمعنى الاصح بنحاول نناقشها ونوصلها للطلبه، بحيث ان هم كطلبه يبقوا على درايه بسوق العمل يعني وكل حاجه حواليهم. تاني حاجه هي السمر كورسز، كنا بنوفر للطلبه يعني زي حاجه مصغره من اللي بيم اريبيا بتعمله دلوقتي طبعا، بس يعني مش بنفس الطريق، مش بنفس الحجم، بس كانت حاجه مصغره منها يعني. احنا بنوفر للطلبه كورسات بسعر قليل، وفي نفس الوقت بيبقى محتوى كويس نوعا ما يعني، على قد ما نقدر يعني. كانت الطلبة يعني كانت حاجة كويسة، لأن إحنا زي ما أنتم عارفين السناتر والحاجات والمراكز الكورسات اللي موجودة دلوقتي بتستهبل في الأسعار بتاعتها يعني. فإحنا كنا بنحاول نوفر للطلبة حاجة بسعر معقول يعني. بعد كده المجازين هي زي تعتبر مجلة زي مجلة بيم أريبيا برضو بالظبط، بس على سكيل صغير. بنناقش فيها برضو الماتيريالز الجديدة اللي في سوق العمل، المين سيستمز الجديدة، الحاجات اللي زي ديت. والسيمينار زي ده بالظبط، بس كنا يعني مثلا السنة اللي فاتت بمشاركة مع باشمهندس عمر سليم ربنا يجازيه كل خير، كنا عملنا سيمينار عن البي اي ام عشان نعرف الطلبة بتاعتنا يعني ايه بي اي ام، وباشمهندس عمر سليم شارك معانا فيها وكان ليه دور كبير يعني الحمد لله. هي المحاضرة أنا هي مهمة لكله، بس إجابتها على سؤال عبد القادر يعني، هي الموضوع مهم للاتصالات بس إحنا مش هنتكلم عنه يعني. فلو حضرتك حابب تكمل براحتك.
خامس حاجة شوية الزيارات والتريننج عشان برضو نكسب وقت يعني. وسادس حاجة اللي احنا جايين نتكلم عليها النهاردة هي الـ BIM Competition، وهنتكلم ازاي الفكرة دي جت لنا احنا كطلبة كـ ASCII Student Chapter. احنا بنحاول نساعد الطلبة على قد ما نقدر ان هم يعني يبقوا جاهزين لسوق العمل بعد الكلية، خصوصا ان احنا في قسم المدني بالذات يعني الدراسة بعيدة بطريقة كبيرة قوي عن الكلية عن سوق العمل وكده. فاحنا حاولنا ان احنا نخلي الطلبة تطبق اللي هي بتدرسه، في نفس الوقت يبقوا ايه عارفين هم هيوصلوا لإيه يعني، فعارفين الدنيا بره بعد الدراسة شغالة إزاي، والمفروض بيتعلموا إيه ويبقى إيه المؤهلات بتاعتهم. وبرضو من الحاجات المهمة جدا إن إحنا في قسم المدني ما عندناش حاجة مشاريع نشتغل فيها مع بعض أو مسابقات أو حاجة، فمفهوم التيم ورك عندنا كان معدوم تماما. فدي من الأسباب الأساسية اللي إحنا خلينا نفكر في المسابقة، يعني الناس تشتغل مع بعض زي ما اتكلمنا ان الناس تطبق اللي هي بتدرسه وكده يعني. واهم سبب بقى تالت سبب ان هم طلبه مدني وطلبه عماره كانوا يشتغلوا مع بعض يعني. طبعا هو كفكره بي اي ام هو طلبه مدني وعماره وكهرباء واتصالات وكل حاجه، بس احنا بنتكلم على سكيل المسابقه بتاعتنا بس، فكانت مدني وعماره بس، ودي تعتبر كانت اول مسابقه في جامعه اسكندريه تجمع بين طلبه مدني وعماره في مسابقه واحده. طب البي ام كومبيتيشن دي كانت عباره عن ايه؟ البي ام كومبيتيشن هي كانت مسابقه موديلنج وديزاين، احنا اللي عاملينها، احنا اسكي اليكس سبين شابتر. المسابقه بتاعت السنه اللي فاتت كانت عباره عن الناس هتعمل ديزاين معماري وانشائي لفيلا سكنيه من دورين بالظبط. والمسابقه دي كانت بتستهدف طلبه مدني وعماره فقط بس يعني. ان شاء الله السنه دي في مسابقه السنه دي بنحاول ان احنا نطور ونضم معانا الام اي بي اللي هم بتوع ميكانيكا واتصالات وكهرباء كده. اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نوصل للناس فكره البي اي ام وفكره ان هم يشتغلوا ازاي والسوق العمل شغال ازاي بره. وكان عندنا مراحل للمسابقه بتاعتنا. اول مرحله هي التريننج، طبعا مفهوم البي اي ام كان حاجه جديده على الطاوله ويعني مش زي دلوقتي يعني، الكلام ده الموضوع اختلف تماما عن دلوقتي عن السنه اللي فاتت. طبعا بيم اريبيا ليها فضل كبير جدا في الموضوع دوت يعني، هي نشرت مفهوم البي اي ام في مصر عموما. فاحنا كنا بادئين بشويه تريننج نعرف الناس يعني ايه بي اي ام، نعرف الناس يعني ايه ريفيت، يعني ايه نافس وورك، يعني ايه بيم اكسكيوشن بلان، يعني ايه الحاجات دي. بعد كده تيمز فورميشن، تجميع التيمز، ودي نقطه هنتكلم عليها كمان شويه. بعد كده الديزاين، الناس بتقعد بقى تجتمع المدني مع المعماري ازاي هيعملوا الديزاين، هيعملوا بناء على ايه، ودي كانت حاجه قويه برضو في المسابقه. بعد كده الموديلنج اللي هم لما يخش يعملوا الموديل 3 دي بتاعهم بقى كده. بعد كده الكلاش ديتكشن، الناس بتحاول تشوف الكلاش بين المعماري والانشائي. بعد كده البرزنتيشن، كل فريق بيطلع يقدم البرزنتيشن بتاعته وهو عمل ايه واشتغل ازاي على المسابقه ديت، صمم ازاي وعمل موديلنج ازاي وعمل كل حاجه. وبعد كده الجوري، احنا بنحكم بقى كل تيم عامل ازاي، بنقيم كل تيم بمعنى اصح. فهنتكلم عن المراحل دي باختصار شويه. اول مرحله ان مرحله التريننج كان عباره عن ايه، كان محاضرات متقدمه في الريفت وازاي يعملوا، ازاي كريتو فاميلي، ازاي يشتغلوا على الموديل ان بليس، ازاي يفهموا البارامترز بتاعت الريفت، يفهموا شويه حاجات في التسليح وكده وهكذا. بعد كده الكلاش ديتكشن، طبعا النافز ورك قليل اللي بيعرف يشتغل عليه او حاجة أو القليل اللي يعرفه، فكان مطلوب مننا إن إحنا نقدم للناس سيشن كاملة عن النفس وورك وإزاي يعملوا كلاش ديتكشن، إزاي يطلعوا المشاكل اللي هتظهر لما نحط الموديل المعماري على الموديل الإنشائي وكده.
طبعا لازم ده شخص كان لازم نشكره، بشمهندس معتز إيهاب، هو اللي كان مسؤول عن التريننج بتاعنا. بشمهندس معتز هو صديق لبشمهندس عمر سليم، مؤسس طبعا في بشمهندس عمر سليم يعني، وكان ساعدنا جدا في موضوع التريننج. وبشمهندس معتز من الناس اللي كانت مجتمعة في التيم اللي حط الكود المصري للبي اي ام، وكان شخص مهم جدا في المساعدة بتاعتنا يعني. وده كان صور من التريننج بتاعنا، بشمهندس معتز هو بيدي تريننج للناس. بعد كده كان في ورك شوب، احنا الناس يعني احنا الناس دخلنا مش عارفة بعض، ما فيش اي حد يعرف التاني، ما فيش يعني في شوية صحاب في شوية لأ. فاحنا الموضوع ماشي ازاي؟ الموضوع ماشي اللي احنا عملنا ورك شوب بسيطة كده، نخلي الناس تتعرف على بعضها شوية، يشتغلوا على بعضهم شوية، عشان بس ما حدش يحس ان هو غريب في وسط المكان يعني. وبعد كده كان في سوفت سكيلز ورك شوب، ان احنا يعني لو في شخص ما بيعرفش، ما عندوش كوميونيكيشن سكيلز كويسه، ان احنا نديها له نعلمه ازاي يعمل كده. في شخص ما بيعرفش يعمل برزنتيشن برضه نديله الحاجات ديت، حاجات مختصره يعني. ودي صور من الورك شوب بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين هم احنا قسمناهم تيمز براحه يعني، باختيارنا احنا يعني، وكل تيم لوحده، والناس الناس اللي قاعده جنب بعضها دي كلها ما تعرفش بعض، بس احنا كنا مصممين على كده يعني. وهنتكلم فيها ليه. احنا طبعا كان دي نقطة برضو كويسة عندنا في المسابقة، الناس حبتها يعني، وبرضو تعرفوا الموضوع ماشي ازاي. احنا لما جينا قسمنا التيمز كان في طبعا ناس تعرف بعضها قليلين يعني، بس كان في يعني في شلة داخلة كاملة على بعضها كده عايزين يخشوا المسابقة. فاحنا كنا حابين نخلي المسابقة دي قريبة للواقع على قد ما نقدر. فاحنا يعني هنتكلم احنا كطلبة مثلا، ممكن لو في مسابقة نخش انا واصحابي، لو في مش عارف ايه اخش مع اصحابي، اخش مع ناس اعرفها. بس احنا لما نتخرج ونروح نشتغل، انا مش هروح اشتغل مع اصحابي، او لما طبعا وارد لما راح تشتغل في مكتب، راح تشتغل في شركة يعني، انا هقابل ناس اول مرة اشتغل معاها، اول مرة اشوفها. فحبينا ان المسابقة تبقى حاجة قريبة من الكلام دوت يعني. فعملنا ايه، احنا اللي قسمنا الناس، حاولنا على قد ما نقدر ان الناس ديت ما تكونش عارفة بعضها خالص. الناس ما تعرفش بعضها خالص، الناس اول مره تقابل بعضها حتى يعني، حتى لو من نفس الدفعه، حتى لو من نفس السكشن يعني. وده ادى لان في ناس يعني عرفت تتعامل مع الوضع دوت، وعرفت تشتغل مع ناس اول مره تقابلها، وما يعرفوش الناس دي تعرف تشتغل ولا لا كويسه، على شخصيتهم ايه، علاقتهم ايه. فده كان من الحاجات الكويسه عندنا في المسابقه. بعد كده الديزاين، اول حاجه بدأناها ان قسم عماره في المسابقه بداوا يحطوا البلان بتاع الفيلا. طبعا الموضوع دوت كان من افضل الحاجات في المسابقه، ان هو الشغل بين العلاقه بين مدني وبين عماره يعني. احنا في الشغل في سوق العمل بره، الموضوع بيبدا ان المهندس المعماري بيحط البلان وبيحط أماكن كل حاجة وبيقسم. بعد كده المهندس الإنشائي بيخش يحط بقى، يبدأ يصمم، يبدأ يحط النظام الإنشائي بتاعه وهكذا، والدايرة تبدأ تشتغل بقى. فاللي حصل المرة دي إن طلبة عمارة قعدوا مع طلبة مدني، وكل واحد فهم هو يعني المعماري بيحط البلان بناء على إيه، وبيقسم بناء على إيه، والموضوع دوت. وفي نفس الوقت الانشائي كان بيقعد مع المعماري وبيقول له لا انا التقسيمه دي ما تنفعنيش، انا عايز احط عمود هنا، وانا عايز احط مش انا عايز التقسيمه دي مختلفه، انا يعني السلم دوت مكانه مش كويس بالنسبه لي، وهكذا. فده كان من افضل الحاجات دي يعني في المسابقه بتاعتنا. بعد كده الناس بتحط الانشائي بيحط المين سيستم بتاعه، وبيرجع يوديه للمهندس الطالب المعماري اللي معاه في نفس التيم. وهكذا بقى، نفس اللوب شغالة، نفس التعاون بين المعماري والإنشائي في نفس التيم، نفس الأسئلة الكتير اللي بيسألوها، كل واحد يعرف هو بيفكر إزاي وبيشتغل إزاي وكده. طبعا ده جزء المهندس المعماري، لو في حد مهندس معماري هنا هيفهم إن هما بقى بيبدأوا يفرشوا، وبيبدأوا يحطوا اللاندسكيب بتاع المنشأ عموما. وبعد كده الاستراكشر ديزاين، اللي هو واحد بقى يبدا يصمم البلاطات، يبدا يصمم الاعمده، القواعد بتاعته وهكذا. وده كانت مرحله الديزاين بالنسبه لنا، وكانت مدتها حوالي اسبوع تقريبا. وديت صور من الناس وهي الناس وهي بتصمم يعني. والصوره دي بالذات كان في نقطه كده، كان في
نقاش كبير بين طلبة مدني وطلبة عمارة، إن هم كانوا يعني طالب عمارة عايز يعمل فتحة في نص نص السقف كده عشان يدخل نور، عشان عامل مش عارف شوية شجر تحت أو حاجة كده، وطلبة مدني بتعترض معاه بقى إزاي ومش إزاي ومش هيحصل كده. فدي كانت نقطة كويسة أوي بالنسبة لنا يعني. نفس الكلام بالنسبة لتيم تاني وهم شغالين. بعد كده مرحلة المودلينج، الناس بدأت تعمل موديل 3D على الريفت. زي ما انتم شايفين المودلز دي مش كاملة، كان في يعني في ناس كانت شغالة عادي على البرنامج، عرفت تبدأ فيه وعرفت تطلع موديل كامل. في ناس أول مرة تتعرض للريفت فما عرفوش يوصلوا لموديل 3D كامل يعني. بعد كده مرحلة، ومن أهم دي كانت بقى رقم أهم نقطة عندنا، هي نقطة الكولابوريشن. طبعا احنا زي ما احنا عارفين وزي ما باشمهندس عمر سليم علمنا يعني، الكولابوريشن هو ان كل واحد وهو شغال في بيته او شغال في شركه وعايز يشتغل مع ناس مش قريبين منه، فهو بنشتغل عن طريق الكولابوريشن. كل واحد في بيته او في مكتبه يعني بيحط الفايل على الدرايف او على السيرفر عموما، وكل واحد بيشتغل على بيحط السنترال فايل، كل واحد بياخد اللوكال فايل بتاعه ويبدا يشتغل ويبدا نقسمه الشغل على كذا فرد، وكل الشغل ده بيروح لفايل واحد، وكل واحد بيشوف الشغل بتاع الشخص التاني عنده وهكذا. فده احنا طبقناه ازاي؟ احنا طبقنا ازاي اللي احنا فرضنا على الاشخاص، على التيمات بتاعتنا، ان هم هيبقى الشغل على الارض يعني في الكلية عندنا يومين في الاسبوع فقط، وباقي الاسبوع احنا انتم شغالين في البيت. يعني احنا برضو عايزين نعزز فكرة البي ام عند الناس، ان هي سهلت الشغل عن بعد جدا يعني، ومش لازم نبقى شغالين على نفس الفايل او يعني او بنفس الطريقة التقليدية يعني. لا، احنا كل واحد هيشتغل في بيته. اشتغلنا ازاي؟ طبعا في فيديو مشهور قوي للبشمهندس عمر سليم على اليوتيوب بيعرفنا ازاي نعمل كولابوريشن بالريفت عن طريق جوجل درايف. يعني مش محتاجين بيم 360 ولا البرامج الغاليه اللي بندفع فيها فلوس دي، لا، احنا جوجل درايف هيحل المشكله بتاعتنا، هننزلوه بس الديسك توب فيرجن بتاعته يعني. والبشمهندس عمر سليم فيديوهاته ساعدتنا جدا طوال المسابقه دي الصراحه يعني، ربنا يجازيه كل خير. بعد كده احنا خلصنا المودلنج وخلصنا الديزاين وخلصنا كل حاجه، دخلنا في الكلاس ديتكشن. الموديل المعماري خلص والموديل الانشائي خلص، فجايين نحطهم على بعض دلوقتي. فده كان مجرد مثال مش اكتر يعني. هي في الاول في الاخر كانت فيلا سكنيه دورين، مش هيحصل كلاشز كبيره قوي يعني، هتبقى الموضوع قليل جدا. بس احنا حبينا بس نعرف الناس الموضوع ده هما بيعملوه ازاي وبيحصل ازاي، وبس يبقى عندهم فكرة عنه. الكلاش ديكشن زي ما انتم شايفين ده عمود وده باب تقريبا او شباك، فهما الاتنين داخلين في بعض، او المسافة بينهم مش زي المفروض تبقى، اقل من المفروض يعني. وبس يعني ده كان مجرد مثال مش اكتر يعني. ده شكل الريبورت اللي بيطلع من البرنامج النافيس وورك، بيطلع لك الكلاشز بقى، كل الكلاشز اللي عندك والرقم والاي دي والاليمنت اي دي بتاع كل عنصر عندك وكل حاجه. بعد كده البرزنتيشن، كل تيم بيطلع يقدم بقى المشروع بتاعه واشتغل عليه ازاي ومراحل الشغل عليه ومراحل الديزاين بتاعته وكل حاجه. واحنا كنا مصممين على جزء البرزنتيشن دوت لسبب وحيد، ان احنا لازم نتاكد ان الطلبه اللي داخله ديت، التيم مكون من 5 أو 6 أشخاص، كنا لازم نتأكد إن كل شخص فيهم اشتغل على المشروع بإيده يعني، اشتغل واستفاد وجرب وغلط وجرب تاني وجرب تالت لحد ما وصل للمعلومة اللي احنا عايزين نوصلها له. احنا مش عاملين مسابقة خلاص عشان يبقى اسمنا عاملين مسابقة، أو عايزين مسابقة خلاص كده ونقعد وعملنا مسابقة عادية. لا، احنا أهدافنا الأول والأخير هو إفادة الطلبة، وعشان نتأكد إن إحنا أفدنا الطلبة فعلا كان لازم نعمل البرزنتيشن دي. وكان كل تيم ملزم إن كل فرد فيه يطلع يتكلم شوية، يطلع يتكلم عن جزء معين، عن الجزء اللي عمله، عن جزء تاني يعني أيهما أقرب، زي الجوري بتاع كلنا كده بس على سكيل صغير يعني. طبعا الجوري بتاعنا كان باشمهندس معتز إيهاب زي ما اتكلمنا عنه، كان هو المسؤول عن الجزء المعماري، الجزء الإنشائي في المشروع، وجزء البي اي ام. والجزء المعماري كان معانا باشمهندس وسام حمدي، معيد في كليه هندسه جامعه اسكندريه قسم عماره، ويعني
كان مشكورا يعني، كان ساعدنا بجزء كبير جدا في المسابقة على مستوى قسم عمارة يعني. السؤال، الحاجة المهمة بقى دلوقتي وتقريبا آخر حاجة هنتكلم فيها، هي النسخة التانية من المسابقة اللي هي هتتعمل الصيف دوت إن شاء الله يعني، إن شاء الله تبقى يوم 27 يعني، أو في الرينج دوت. أول حاجة قررنا نعملها اللي إحنا إن شاء الله يعني لو قدرنا نعملها، اللي إحنا هنلغي الأوتوكاد يعني. قبل ما نتكلم عن النسخة التانية لازم أقول يعني أعرفكم حاجة برضو يعني، إن شاء الله إحنا مكملين المسابقة بتاعتنا أونلاين طبعا نظرا للظروف اللي إحنا فيها يعني، ربنا يعدينا منها على خير إن شاء الله. المسابقة تبقى أونلاين، ودي فرصة كويسة أوي لينا يعني، إن ناس من جامعات تانية ومن كليات تانية غير جامعة اسكندرية تشارك معانا يعني. وزي ما اتكلمنا قبل كده يعني، احنا انا اديت نفس السيشن ديت في كلية هندسة كينج ماريوت، جامعة كينج ماريوت، بمساعدة الدكتورة شيماء، مشكورة طبعا يعني، ربنا يخلي، ربنا يجزيها خير. ويعني قلتها قبل كده وهقولها تاني يعني، هيشرفنا طبعا ان جامعة كينج ماريوت تنضم لينا في المسابقة دي اونلاين، واي جامعة تانية، وكان معانا جامعة المنصورة برضو، اي حد من اي جامعة على مستوى جمهورية مصر العربية يعني، لو حابب ينضم لينا ان شاء الله الموضوع سهل يعني، والموضوع كله اونلاين في الاول وفي الاخر، وربنا يسهل يعني، وان شاء الله نقدر نعمل مسابقه على مستوى مصر كامله يعني. فالنسخه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها ديت، اول حاجه فيها احنا قررنا نلغي الاوتوكاد طبعا، زي ما احنا عارفين وزي ما احنا متابعين على مستوى البي اي ام يعني، والناس اللي مهتمه بيه، ان الاوتوكاد في الايام اللي جايه ديت على مدار سنه او سنتين الاوتوكاد هيتشال من السوق يعني، خلاص احنا مش عايزين اوتوكاد، هو الريفت بيغنينا عن كل حاجه. ونقلا عن كلام باشمهندس معتز ايهاب يعني، في مشاريع بالفعل القاهره يعني، كان مجمع سكني في الجيزه باشمهندس معتز شغال عليه، الشركه المالك كان حاطط شرط اساسي ان مفيش شغل على الاوتوكاد، الشغل كله ريفت. فاحنا فعلا وصلنا للمرحله اللي احنا لازم نستغنى عن الاوتوكاد ونبدا نعتمد على الريفت 100%. تاني حاجه اللي احنا بدل ما هي كانت فيلا دورين، لا احنا هنشتغل على اوفيس بيلدينج، مبنى اداري، مبنى سكني فيه كام دور اداري او تجاري او حاجه او اي حاجه، ان شاء الله يعني ممكن ما نتقلش قوي في حوار الديزاين ده على المستوى الانشائي او المعماري يعني، احنا مش مهتمين قوي بالديزاين على قد ما احنا مهتمين بشغل البي اي ام وشغل المودرنج وشغل الكلاش ديتكشن، فهو ده اهم حاجه بالنسبه لنا. بعد كده الانترفيوز، السنه اللي فاتت طبعا ما كانت اول نسخه للمسابقه ديت، ما كانش يعني كنا في حاجات كتير كنا لسه دوب بنجربها، فما كناش بنعمل انترفيو، هي كانت فورم عاديه واللي عايز يقدم يقدم، وده كان ادى لحاجه معينه ان احنا طالبين ناس برضو بمهارات معينه يعني، مش شخص ما بيعرفش يستخدم البرنامج خالص، او شخص يعني بروفيشنال قوي في البرنامج، احنا عايزين حاجه في النص يعني. فاحنا محتاجين حاجه نقيس بيها امكانيات كل شخص، ان هو هيستفاد من المسابقه دي ولا لا، او يعني ممكن يخش يعني يبقى عارف كل الكلام اللي هيتقال فمش هيستفاد منه. فاحنا كنا مضطرين ان احنا نعمل انترفيوز طبعا، بالنسبة للظروف اللي احنا فيها فده حاجة صعبة جدا، لان الموضوع هيبقى اونلاين، ولو عملنا انترفيو لكل شخص هيقدم اونلاين فالموضوع هيبقى صعب. فاحنا هنستبدلها بفورم عادية، بس فورم مفصلة شوية فيها اسئلة طويلة نوعا ما، ممكن يعني على قد ما نقدر يعني نحاول نقيم الشخص من خلال الاسئلة يعني. رابع حاجة واهم حاجة بالنسبة لنا هي الـ MEB يعني، الناس بتاعت ميكانيكا والناس بتاعت كهرباء طبعا، لو انتوا عارفين يعني البي اي ام بتخدم المهندسين ميكانيكا وكهرباء اكتر ناس بتخدمهم، هم دول اكتر من الانشائي واكتر من المعماري، ان موضوع مثلا ضغطات التكييف، الشغل الاتش فاك، شغل الفاير فاينتنج، شغل الباور سبلاي بتاع الناس بتاع الكهرباء باور يعني، كل الحاجات دي كانت بيحصل فيها مشاكل كبيره جدا في التنفيذ وفي شغل الموقع. فكل الحاجات دي احنا خلاص قدرنا نتغاضى عنها باستخدام تكنولوجيا البي اي ام، فهم اكتر ناس مستفيدين بالموضوع دوت يعني، بتكنولوجيا البي اي ام عموما مش بالمسابقه بتاعتنا ولا حاجه يعني، البي اي ام بتخدم مهندسين ميكانيكا وكهرباء اكتر من اي حد تاني يعني. وبس احنا كده خلصنا
خلصنا كل حاجة عن المسابقة، والمسابقة السنة المسابقة الجديدة إن شاء الله هتشتغل كمان يوم 27 إن شاء الله، يعني هتبدأ فيها. اللي عايز ينضم للمسابقة، إحنا البيج بتاعتنا اسمها أسكي أليكس ستوين شابتر على فيسبوك، بتنزل كل حاجة. و أيوة دكتورة شيماء، حاضر. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر أستاذنا الفاضل على المحاضرة الجميلة ديت. ربنا يخليك يا باشمهندس عمر، ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك يا أستاذنا. أنا بس هتكلم بقى طبعا دكتورة شيماء، اتفضل. وأنا حطيت الرابط بتاع الصفحة بتاعتكم على الشات لو حد عايز يشارك، دي حاجة كويسة جدا يعني، بتبقى ممتازة جدا يعني. التطور المعماري بيحصل كتير جدا بسبب المسابقات وبسبب الجوائز والحاجات دي إن شاء الله، فأتمنى الجميع يشاركوا إن شاء الله. اتفضل يا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ طيب طبعا وحشتونا يعني، ربنا كنتم يخليك يا منورينا دكتور والله. وشرفينا انت اكتر والله. وطبعا شغلكم ما شاء الله رائع، بس أنا كنت منتظرة منك طبعا تشرح المشروع بالتفاصيل أكتر. هستنى منك مرة تانية كده تشرح ستيب باي ستيب كده الشباب يعني عملتوا إيه في المشروع، يعني من ما هو يعني ده واحدة كان واحدة بقى بالرسومات كده. ما هو ده ده كان شغل السنة اللي فاتت، فإن شاء الله نقدر نعملها مرة تانية بس على مسابقة السنة دي إن شاء الله. ان شاء الله. بس كمان على نقطة ان انت عامل المسابقة عن الاوفيس بيلدينجز بس، طب احنا شغالين دلوقتي مثلا على مبنى يعني تعليمي، فانت ليه ما تفتحش البرايت ان هو يبقى اي بيلدينج مثلا، ما يبقاش بنوع متخصص يعني ليه يعني بالنسبة طب للمسابقة؟ هقول لحضرتك، بالنسبة لنا احنا كقسم مدني، بالنسبة للطلبة عندنا هو الموضوع هيبقى صعب عليهم ان هم يصمموا اكبر من كده، يعني مبنى، يعني اوفيس بيلدينج تمام. بالنسبة لهم هيبقى مبنى كبير اساسا بالنسبة للمدني. ايوه احنا بالنسبة انا عارف ان هو بالنسبة لطلبة عمارة دي حاجة سهلة، صح؟ لا انا بتكلم على نوع المبنى، يعني ما تحددش نوع معين، بحيث ان احنا مثلا لو اشتغلنا على موديل بنوع مبنى تاني ما اه يبقاش لا فيه مشكلة. تمام. لا 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 مش انا للدرجه على قلك يعني. لا المسابقة كاتب ان هو اوفيس بيلدينجز بس، لا لا ده فعشان كان كده هي دي اتعملت. كانت مجرد اقتراحات، لان السنه اللي فاتت كانت فيلا كانت سهله، بس احنا برضو يعني فاهمة. الموضوع مفتوح جدا، يعني احنا طيب اهم حاجه ان تمام، الطلبه تستفاد مش اكتر. بس هي بدايتها 27/7، لكن مدتها قد ايه مثلا؟ يعني احنا ده اشتراك، انت المدة بتاعت المسابقة ايه، ولا هو تقديم مدة الموديل نفسه؟ المسابقة لا لا ده أول، احنا هنبدأ تريننج يوم 27، ده الأوبننج بتاعت المسابقة، طب جميل والموضوع جدا. الميعاد لسه برضو ممكن يتقدم يومين يتأخر يومين كده. احنا المسابقة عايزينها قد إيه؟ تبقى مسابقة ودية، ما يعني آه يعني هي مسابقة تعليمية ودية، مجال طبعا المنافسة فيها لذيذ وكله يكسب. بالظبط، هو ده أهم حاجة بالنسبة لنا، إن عشان الطلبة أي حد يخش بتخاف. يطلع مستفيد، يعني هو ده أهم حاجة بالظبط بالنسبة لنا. بالظبط، هو الطلبة بتخاف حتة مسابقة دي بقى. انا لا، ده هم بقى لهم سنة مثلا بيشتغلوا قبل كده وهيبقوا لا لا احسن لا 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 مننا، لا لا مفيش الكلام ده فانا خالص. عايزاك لا تطمنهم من الحتة دي عشان لا ده الناس يعني اللي هتخش في المسابقة هتبقى أول مرة بالنسبة لها، ما حدش هيبقى دخل قبل كده ولا حاجة. لا لا لا، ولو ان حد شاء الله. شغال، لو حد زي ما حضرتك بتقولي شغال بقاله سنة، فده شخص أوفر كواليفايد علينا، هيخش مش هيستفاد حاجة، فإحنا مش هندخله أساسا، إحنا تمام يعني مش هنقدر نفيد الشخص ده، فملهاش لازمة. تمام. انا عايزه افهم دلوقتي، هل هو بيبقى مجموعه مثلا، لو انا دلوقتي داخله بتيم تمام، تمام فالتيم دوت انتوا بتتفاعلوا معاه وبتدربوه برضو، ولا المسابقه اه دي بالظبط. بتبقى ازاي، لا يعني لا ايه لا النظام، قولي بنتابع معاه النظام. اول باول، بنتابع معاه اول باول، ويعني هو مرحله التريننج هياخدوها لوحدهم، يعني لسه برضو بنشوف اذا كانت هتبقى فيديوهات مسجله او شخص هيدي فيديوهات لايف، لسه بنناقش الموضوع ده معانا مع نفسينا يعني. بس بعد من بعد التريننج على طول هم هيشتغلوا معاهم شخص مشرف عليهم، واحد من قسم مدني وواحد من قسم عمارة، هيساعدهم في أي حاجة هيقفوا فيها. تمام. احنا برضو هنرجع لباشمهندس عمر يعني في الموضوع دوت، لان احنا تحت قيادته برضو، خلي بالك، طبعا فهو اللي طبعا يقول لو الطلبة معانا برضو ندخل بالاسلوب دوت ولا في تغيير. لا بس بتحبوها. لكن لا دكتورة ما فيش أي حاجة يعني، اي حاجة في الخط المفيد يا ريت بالظبط يعني. يعني هو هو ده اهم حاجه بالنسبه لنا في الاول وفي الاخر دكتور، يعني بعيد عليها وازيد عليها، لان الموضوع ده مهم فعلا، مهم جدا بالنسبه لنا والله، ان الشخص اللي قدامنا ده يستفاد، يعني هو ده الغرض من الشابتر بتاعنا عموما يعني.
بس الموضوع هيبقى اونلاين بقى المرة دي كله، صح؟ مش هيبقى فيه بقى، ما هو صح؟ هتبقى بالظبط. منظمين النظام على كده، صح؟ يعني المسابقة برضو هو كلها الموضوع من ده A to هيبقى، Z اونلاين. احنا مش عارفين الموضوع ده هيمشي ولا لا، بس احنا ما عندناش حل تاني. يعني الحل التاني ان احنا نلغي المسابقة، فده مش حل. احنا الحل طيب الوحيد اللي احنا نخليها اونلاين، مفيش نزول دلوقتي، صعب جدا. انا عايزه افهم برضو نقطه معينه، هي اتفضل يا المسابقه دكتور. دي تبع الجامعه الامريكيه او لا ليها لا لا علاقه لا لا بالموضوع ده او ايه؟ لا لا احنا هندسه اسكندريه بس، صح كده؟ احنا بالظبط، يعني احنا فرع طلابي من منظمة أمريكية مش أكتر، إنما احنا جامعة اسكندرية فقط. تمام. طيب انا هقفل المايك بقى وهسيب الشباب اللي عنده سؤال. تمام، أنا دكتور، شكرا جدا. أي حد عنده أي سؤال في أي حاجة، أنا تحت أمركم يا جماعة. جزاكم الله خير. لو أي حد عنده سؤال بس يعمل راس هاند. وباشمهندس محمد اهوت، مهندس عمر بلال، اتفضل يا باشمهندس عمر. اولا انا كنت من الناس اللي مشاركين في المسابقه دي السنه اللي فاتت، باشمهندس فاروق اكيد يعني لو يفتكرني انا عمري ما كنت ازيك يا معاه. عمر؟ عامل ايه يا حبيبي؟ لا يعني بجد فعلا كانت تجربه مفيده جدا، يعني يمكن كان اول احتكاك ليا بالبي اي ام يعني، واستفدنا جامد. يعني انا فاكر يوم ما يعني حتى كان احنا الصوره اللي كانت ظاهره كان عايزين نفتح الفتحه اول مره فعلا، يعني اشتغل اول حاجه اتعاون مع حد من قسم مدني في اي حاجه. دي رقم واحد. غير كده اللي اتعلمت يعني ايه كولابريشن، يعني ايه ورك سيتس، يعني ايه اللي احنا فعلا نحاول ننظم الشغل. قابلتنا مشاكل وحليناها، يعني مشاكل كتير جدا. يعني باشمهندس فراج الصراحة ساعدنا جدا، يعني انا افتكر في المسابقة دي يعني من اكتر فعلا الحاجات اللي الواحد استفاد فيها. يعني انا بني كتجربتي حتى الموضوع ممكن يبان له، عشان حتى فيلا كان ممكن يبان سهلة من بره، بس كتجربة اول مرة لا، يعني كمل المعلومات اللي الواحد استفاده كتير جدا. يعني طبعا شكرا يعني على المسابقة السنة اللي فاتت يعني، وإن شاء الله النسخة اللي جاية تبقى أحسن بكتير يعني. ربنا يخليك يا عمر. يعني باشمهندس عمر كان خد يعني احسن بيست ممبر في المسابقه السنه اللي فاتت، وكان شخص مجتهد جدا، وربنا يخلي يعني من الناس اللي كانت فعلا المسابقه ديت اثبتت بالنسبه لنا ان احنا ساعدنا، يعني ان احنا فدنا الناس او في حد استفاد مننا، وده كان احساس كويس قوي بالنسبه لنا. يعني هو ده كل اللي احنا بنسعى عليه، يعني ان الشخص يستفاد واحنا نكون السبب فيه مش اكتر. تمام. هو حتى لو حد اشتغل اي حاجه في البيم، حتى لو دور واحد، حتى لو كده، ده بيديله كسر الحاجز بتاع البيم وبدأ في المجال. ف يعني العبره مش بعدد الادوار او بعدد الغرف الموجوده، قد ما العبره ان هو يعمل شغل مظبوط. يعني انت ممكن تقعد تكرر كتير بس عندك حاجات ناقصه، انما الافضل ان الواحد يخلص حاجه صغيره بس يخلصها مظبوط من اول البدايه لحد ما يعرف يطبعها ويصدرها والحاجات دي كلها. في حد بيسأل سؤال لحضرتك، المسابقة ليها علاقة بالسمر سكول اللي هتقدمها الستادي 34؟ أعتقد لا، منفصلة. لا لا، منفصلة يا باشمهندس. أنا مشارك في استوديو 34 إن شاء الله، بمحاضرة في البيم وورشة عمل، هنعمل مشروع كامل برضو في البيم، معماري وإنشائي وكهروميكانيكال واستدامة، وإن شاء الله يعني تتم على خير بإذن الله. في أي حد عنده أي أسئلة؟ طيب أنا عندي بس سؤال لحضرتك، هل اتفضل يا شرط إن باشمهندس. طبعا الله يكرم أستاذ، هل شرط إن الناس تعمل شغل بالريفت ولا ممكن يعملوا ببرامج أخرى؟ لا غالي، يعني على مثال السنة اللي فاتت كان كله في الريفت، إنما السنة دي لسه مش متأكدين. بس الموضوع ده كان كويس في حاجات وظالم في حاجات، يعني حتى في قسم عمارة كان لازم يرندروا بالريفت، وأنا على حد علمي يعني الريفت في الريندرز مش حاجة مش كويسة قوي، بس عشان بس نقدر نوحده بين الناس كلها، يعني نقدر نقيمه على حاجة واحدة. تمام. هي طبعا شروط المسابقة لازم تحترم، يعني حاجة كويسة. تمام، مفيش مشكلة. يعني إن شاء الله نعرف في تفصيل هل الناس تنفع تعمل ببرامج أخرى ولا فيها مشكلة. طبعا لو فريق لازم كلهم يشتغلوا بنفس السوفت وير، مش هينفع طبعا. حد يعمل جزء ببرنامج جزء ببرنامج آخر. باشمهندسة ياسمين، اتفضلي. باشمهندسة ياسمين، هو انا اعتقد ان فرصه ان حد بعد ما يتخرج ويبدا يشتغل وهو مثلا
مجيد للانجليزي، مجيد للحاجه مثلا زي الاستدامه، مجيد للبيم، ده بيزود فرصه في الشغل، وبالذات لما يكون شارك في مسابقات زي ديت. والمسابقات دي فعلا بتميز الواحد، سواء كسبت او ما كسبتش، مجرد الحضور مكسب. ان انت شاركت في مسابقه زي ديت بتكتسب ان انت تتعرف على الناس والحاجات دي كلها. في حد بيسأل احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم على الفريق. حد الصوره، في مسابقه هتعمل ان شاء الله في جامعه اسكندريه، ونتمنى ناس تشارك فيها. المحاضره دي معمول لها ريكورد يا باشمهندس لو حد محتاجها برضه. معمول لها ريكورد. طيب في حد باشمهندس اسامه بيسأل حضرتك، هل يتم تطبيق جميع ابعاد البيم؟ هديك مثال، السنة اللي فاتت احنا طبقنا ال 3D عادي، ال 4D وال 5D ما اهتمناش بيهم، ما اهتمناش بالتايم لاين والكوست خالص، بس ده هيحصل السنة دي. السنة اللي فاتت طبقنا ال 6D، بس طبعا قسم العمارة بطريقة كويسة، او يعني الناس عملت ابحاث كتير ودايجرامز كتير وكل حاجة، ازاي بقى الستورم ووتر نستخدموها ازاي، ازاي نقلل استهلاك الطاقة، الانرجي اناليسيس، الحاجات دي كلها. السكس دي اتطبق السنة اللي فاتت وبس، يعني مسابقة السنة دي إن شاء الله إن شاء الله هتبقى لحد السكس دي، 3D و4D و5D و6D بعون الله يعني. تمام. في سؤال، هو كله هيبقى أونلاين، مش هيبقى فيه مقابلة يوم على الأقل في كل أسبوع بحيث الناس تطبق قدام بعض وجهات النظر، وإن الفريق يكون قدام بعض؟ بص يا باشمهندس، والله احنا كمنظمين للمسابقه نفسنا جدا ان المسابقه تبقى على الارض، بس هو طبعا للظروف اللي احنا فيها مش اكتر، ان المقابله هتبقى صعبه. لو الموضوع على فتره المسابقه الموضوع قل يعني، وبقى في امكانيه ان احنا ننزل ونتقابل، هيبقى افضل بكتير طبعا، واحنا اللي هنقول لكم يعني، مش انتوا اللي هتقولوا لنا. انما حسب الظروف بتاعت حسب ظروف البلد في وقت المسابقه يعني مش اكتر. بس اي فرصه ان الناس تقابل بعض فيس تو فيس احنا هنستغلها على طول. تمام. في المشاريع هتكون كبيره ولا امثله صغيره؟ لا، المشاريع زي ما اتكلمت مع دكتور شيماء يعني، هو هيبقى اعتبر يعني ممكن بنتكلم في سكيل عماره مثلا، يعني عماره 10 ادوار 7 ادوار، يعني مبنى تعليمي، مدرسه، حاجات كده يعني. هو ده السكيل بتاعنا بتاع السنه ان شاء الله. تمام. ويعني صدقوني لو انت اتقنت عمل مبنى صغير بس اتقان يعني ما فيهوش غلطه، وعملت سكاشن وعملت شغل شوب دروينج وطلعت حاجه كويسه منه، احسن بكتير من انت تعمل برج كبير وفي الاخر نفس الشغل وفيه نفس الغلطات. فالافضل فعلا زي باشمهندس محمد فراج بيقول، انت بحاجه مبنى حجمه معقول وتبدا تركزوا عليه ان شاء الله. في سؤال برضو، مكونات التيم كم واحد وأقسام إيه؟ الأقسام لحد اللحظة اللي احنا فيها دي مدني وعمارة فقط، بس يعني احنا لسه بندور ولسه بنحاول ان احنا نكبر الموضوع وندخل ام اي بي معانا، يعني لسه تمام. الموضوع مش اكيد. عدد التيم احنا بناء على تجربة السنة اللي فاتت بنفضل ان هو من 5 لـ6 اشخاص فقط، ما يزيدش ولا يقل يعني، ممكن 2 من عمارة، 4 من مدني، او 3 و3 حسب حاجة كده يعني. ممتاز. تمام. ولو في حد عايز حاجه من الام اي بي او معماري او شيء، احنا ممكن في بين ماريبيا نتعاون فيها ان شاء الله. ربنا يخليك يا طيب في باشمهندس. سؤال باشمهندس منى بتقول، تقديم للمسابقه ازاي وايه شروط الانضمام للمسابقه؟ التقديم للمسابقة هيبقى أونلاين، حضراتكم بس تابعوا اللينك، البيج اللي باشمهندس عمر نزلها في الشات، هينزل عليها كل حاجة، أي تفصيل تبع المسابقة هتنزل على البيج دي. شروط الانضمام، الشروط دي لسه مش أكيدة، بس يعني من أولها اللي هو بيبقى يا تانية يا تالتة يا رابعة القسم بتاعه، مفيش أي حد من جامعة؟ الأولى هيعرف يخش. أي جامعة دكتور باشمهندس طبعا، مفيهاش كلام يعني، مفيش أي سبب يخلينا نعترض على حد من جامعة تانية وإحنا عاملين المسابقة دي أونلاين. تمام. الشروط التانية بس إن هو يبقى عنده المعرفة الأساسية بالبرامج، برامج الديزاين، برامج الموديلنج، معرفة أساسية، مش حاجة أدفانسد في البرنامج أو حاجة، بس لا معرفة أساسية، ويبقى عارف بس أساسيات الديزاين سواء معماري أو إنشائي يعني، مش حاجات صعبة، مش حاجات كبيرة يعني. تمام. طيب في سؤال برضو باشمهندس شاب بيقول، سؤال بعيد شوية عن الموضوع اللي بنتكلم فيه فبعتذر، أنا دلوقتي طالب داخل رابعة مدني،
ان شاء الله المفروض يكون معايا ايه، سواء برامج او دورات او اي شيء ليه علاقه بتخصص. انت بتتكلم عموما يا باشمهندس ولا على السكيل المسابقه بتاعتنا يعني؟ لا لا، هو تقريبا بيتكلم عموما. لا والله يعني الموضوع ده بيختلف من شخص لشخص يا باشمهندس، بس يعني اقول لك عن يعني تجربتي انا الشخصيه، يعني الموضوع كله عباره عن انك انت خدت مواد ديزاين في الكليه، خدت خرسانه، خدت ستيل، خدت هيدروليكس، خدت مواد ديزاين عموما يعني. بتبدأ بقى تشوف ان الديزاين ده بيحصل بره ازاي في سوق العمل، بيحصل بالبرامج ما بيحصلش مانيوال. فانت بتخش على البرنامج دوت وبتتعلم بقى ازاي تعمل الديزاين بتاعه. فالبرامج الاساسيه في الحوار الديزاين او الاناليسيس بالذات يعني هو الساب والسيف والاي تابس، برامج السي اس اي ديت المشهوره مشهوره جدا طبعا. ونصيحه يعني ابدا ببرنامج الساب عشان هو ده الاساسي، بعد كده خش على السيف، هتلاقيه نسخه طبق الاصلي من الساب بس اسهل في تصميم البلاطات فقط يعني. بعد كده يخش على اي تابس عشان لو حبيت تصمم رياح وزلازل وكده يعني. طبعا انت برضو اكيد انت عارف ان الاوتوكاد ما لا يستغنى عنه، بس ده في الفتره اللي احنا فيها، لو معكش اوتوكاد ما انصحكش بيه، انصحك تخش على الريفت على طول يعني. طبعا الاكسل يعني ما فيهاش كلام، برضو لازم تبقى عامل كويس قوي في الاكسل. دي البرامج الاساسيه اللي مفيش اي مهندس مدني او مهندس تصميم يعني يقدر يستغنى عنها يعني. وبس تمام. في سؤال برضو، هل المسابقة خاصة بالطلبة فقط؟ أعتقد لا، لو هو متخرج يعني، لو متخرج تمام، بس يعني يتخرج بقاله سنة أو سنتين، عشان كده برضه هيبقى أوفر كواليفايد جدا بالنسبة للناس اللي داخلة يعني. السنة اللي فاتت كان معانا شخص خريج، بس كان خريج بقاله فترة بسيطة يعني، ما كملش السنة، والسنة دي ما خدهاش شغل يعني، ما عندوش خبرة كبيرة، ففرق الاكسبيرينس بتاعته عن الطلبه ما كانتش كبيره قوي يعني، فده كان الموضوع معقول نوعا ما. انما لو شخص عنده خبره في سوق العمل فعلا فهو مش هيستفاد مننا قوي اصلا، هي دي النقطه. تمام، ومش هيبقى فيها تكافؤ فرص برضه يعني. يعني لو واحد دخل خبير وفاهم الحاجات ديت اكيد هيفوز بالجائزة يعني، بالظبط ايوه، يعني هو داخل بروسلي. وعارف ان هو هيفوز. بروسلي كان اول واحد يخش في يعني اول واحد اسيوي يروح يلعب بالكونغ فو في امريكا، فكان بيفوز فيها كل سنة، ففي الاخر ما زهقوا منه قال له بص خد يعني خد انت الجايزة، بس خلي يعني بلاش تدخل مسابقة على اساس يعني ندي فرص لبقية الناس انها تتنافس فيها يعني. فلازم يبقى في موازنة بين الحاجات. في سؤال بيقول، هو لازم الطالب يكون عارف برامج بالنسبة للعمارة؟ احنا برضه حاطين الشروط ده يا باشمهندس على حسب جامعة اسكندرية. فاحنا عندنا قسم عمارة في جامعة اسكندرية من سنة أولى تقريبا، عندهم معرفة كويسة أوي بالبرامج، مع يعني الريفت بيبدأوا فيه من تانية تقريبا أو حاجة كده. فهم يعني الريفت المعماري يعني برنامج كبير وفيه حاجات كتيرة، وبرنامج ليه تفاصيل كتيرة أوي، فبيبقى على الأقل لازم يبقى داخل بأساسيات البرنامج، عشان مش ح... احنا هيبقى صعب علينا جدا ان احنا نعلمهم ريفت اركتكتشر من البدايه من الصفر، ده هياخد وقت ومجهود كبير قوي. فاحنا بنبقى طالبين اللي هو يبقى عنده اساسيات شويه. تمام. عشان الست دميانة طيب الصوت فيه مشكلة. طيب في سؤال، احنا كمدني مستوى تاني لسه، دي أول مرة نتعامل في الريفت أو أي برنامج، فاحنا إزاي هنتعامل على المسابقة وإحنا ما عندناش أي خبرة عن البرامج؟ مستوى تاني ده اللي هو سنة تانية يعني، أو سنة تانية هو داخل تانية ولا طلع من تانية؟ أعتقد مش هنسمح. أولى تخصص. لا، المسابقة مش مفتوحة لأولى تخصص، هو الموضوع بعيد عنه قوي، هو ما خدش تمام أي مواد ديزاين أصلا، هو خد مواد بسيطة فقط. تمام الناس اللي تانية تخصص هتبقى الموضوع صعب عليهم، بس نوعا ما مقدور عليه يعني، هما خدوا عندهم فكرة عن مواد الديزاين يعني، يعني ايه ديزاين كده. هل لو تانية مدني ولسه بيتعلم البيزك بتاعت الريفت، هل في حاجة زيادة أقدر أتعلمها لحد فترة المسابقة؟
لا انت لو داخل ومعاك البيزكس بتاعت الريفت فده كويس قوي، ده كويس جدا يعني. تمام تمام اكتر من كده لا، اتعلم لنفسك انت، انما بالنسبه لو عايز تعلم حاجه للمسابقه فلا، انا ما عنديش حاجه اقدر اديها لحضرتك. تمام يا باشمهندس محمد، الله يكرمك يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير، وربنا يجعل في ميزان حسناتك الطلبه اللي هتدخل المسابقه ديت. في سؤال برضو، طب احنا هنتعلم الاساسيات بتاعه الريفت في التدريب السنه دي؟ لا، اساسيات الريفت هيبقى المتسابق داخل بيها، واحنا هناخد الاساسيات دي ونطلع بيها للمستوى الادفانسد شويه يعني، على قد ما نقدر طبعا. تمام، هو احنا هنا في بيم ريبي بدانا في موضوع ان احنا نشرح الاساسيات بتاعه البيم وبتاعه الريفت، فهتلاقوا على القناه بتاعه اليوتيوب الحاجات، ولو في اي مشكله عايزينكم بس تخشوا المسابقه مع الفريق ان شاء الله في فريق اسكندريه وتفوق فيها ان شاء الله. طب احنا انا كطالب اولى عماره اجهز نفسي للسنه الجايه ازاي؟ هو انا مدني يا باشمهندس، فما عنديش خبره قوي في موضوع عماره، بس هقول لك بتوع عماره عندنا كانوا بيعملوا ايه. يعني هو الموضوع بدا ان هم يعني بياخدوا البلان، بينزلوا انتوا بتنزلوا طبعا بتبصوا على البلان، بتطوروا البلان في الشارع وبتجيبوا اللوكيشن بتاعه واتجاه الشمال والحاجات دي، والحاجات الاساسيه ديت بقى بتستخدم جوجل مابس او حاجه كده، تخش على الاوتوكاد او على الريفت وتقسم بقى البلان بتاعك، وبعد كده تطلع بالكتلة بتاعتك وتفرش وتحط اللاندسكيب وهكذا بقى. ولو حبيت تاخدنا في الموضوع شوية بتعمل انرجي اناليسيز للمنشأ بتاعك وهكذا يعني. فانت يعني انت عايز تجهز نفسك للمسابقة، فانت جاهز نفسك ازاي تعمل الحاجات ديت وازاي تعملها على البرنامج، يعني هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. بس ده لو انت عايز تجهز نفسك يعني. أرجو إن أنا أكون جاوبت على سؤالك، عشان أنا ما عنديش خبرة في المجال المعماري أوي يعني. الله يكرمك يا باشمهندس. طيب في سؤال، احنا هنتعلم ايه في التدريب دوت؟ هو الموضوع لسه مش نهائي، بس احنا هنتعلم ريفت، وحسب ما نستقر على نوع المنشأ اللي هيتعمل، لو محتاجين حاجات ادفانسد في الديزاين معماري وإنشائي هن 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 هنوفر تدريب فيه، بس غالبا لا يعني، الموضوع هيبقى كله ريفيت ونيفس وورك وبس. واساسيات البي اي ام نفسها بقى، ازاي تعمل بيم اكسكيوشن بلان، ازاي تفهم الشورت كاتس بتاعت الريفيت بتاعت البلان بتاعت البي اي ام، ازاي تفهم البروسيس بتاع البي اي ام بيمشي ازاي، اللايف سايكل بتاعتها، انت المفروض تعمل ايه او ما تعملش ايه، او تعمل ده ازاي او ما تعملش ده ازاي، وهكذا يعني. هو ده اللي هنأكد عليه بمعنى أصح يعني. تمام. طيب في سؤال، ممكن حضرتك تكلمنا عن البي ام بي؟ هو طبعا ملوش علاقه بالمحاضره. لا، ملناش علاقة بيه، هو في وأنا ما البي ام بي. عنديش خبرة في الموضوع ده. اتفضل طب يا طيب باشمهندس. الله يكرمك، بعد اذنك. طيب احنا في كذا حد اتكلم على موضوع البي ام بي في بي ام اريبيا، كان في كذا محاضره في موضوع البي ام بي. هي بي ام بي بروجكت مانجمنت بروفيشنال، وهي دي شهاده لازم تاخدها بعد ما تكون اتخرجت بخمس سنين تقريبا، عدد ساعات تكون خبره. ما ينفعش واحد يقول لك انا مدير مشروع وهو ما اشتغلش في المشروع، ما اشتغلش مهندس في المشروع، والا يعني هيضلل الناس وهيعمل مشاكل. فبيقول لك ايه، لا لازم تكون خمس سنين خبره، فما تستعجلش عليها. وهي دي نوع من انواع الاداره القويه جدا. في كذا نوع تاني من الادارات، وكل واحد فيهم بيبقى ليه الناس اللي متحمسه ليه او كده. وانا الصراحه بفضل ان انا في بعض الاوقات بستخدم البي ام بي، في بعض الاوقات بستخدم اللين مانجمنت، في بعض الاوقات بستخدم الاجايل، حسب الحاله بتاعت المشروع يعني. مش حاجه، مفيش حاجه اسمها ان دي موجوده فتلغي اللي قبل كده. تمام. باشمهندس سامي، لو سمحت نزل اللينك بتاع الحضور. تمام، بعد اذنك. فهي من الشهادات القويه في سوق العمل يعني. في البيم مثلا يقول لك شهاده من الاوتوديسك ان انت مثلا واخد الريفت، في او شهاده مثلا، في كذا شهاده في البيم يعني. انما في اداره المشاريع البي ام اي اللي هو المعهد دوت بينزل شهاده بتاعت البي ام بي، وعباره ان انت بتذاكر منهج معين وبتذاكر مصطلحات معينه، وبتدخل تمتحن الامتحان وبعد كده تاخد الشهاده ان شاء الله. تمام، جزاكم الله خير. حد عنده اي سؤال في موضوع المسابقه؟ يا ريت الناس كلها تحاول تشارك في المسابقه، هتاخد خبره جامده وتعرف على الناس، وهيبقى ليك
معرفه بالذات شغل مع بعض كفريق، ودي حاجه كويسه جدا قبل ما تتخرج تبقى انت عندك الاكسبيرينس، وهتفرق معاك كتير جدا في بعد كده في حياتك ان شاء الله. فشكرا جزيلا ليكم، وبكرر شكر باشمهندس محمد، ربنا يكرمه. الله يخليك يا باشمهندس محمد، الف شكر لحضرتك، شرفتنا، الله يكرم استاذنا، واتمنى لكم التوفيق دايما ان شاء الله. الله يكرمك.